الله يسلمك يا بابا، كان يوم طويل. بعد ما خلصت شغلي في الشركة، عم محمد اتصل عليا، كان عنده مؤتمر، وبعدها خدني المستشفى عشان جايب أجهزة جديدة وكنت بشغلها، ولسه مخلص وجاي. ربنا معاك يا ابني. هتتغدى يا حبيبي؟ احنا سبقناك بقى لما انت اتأخرت، انت عارف جدك الأكل بمواعيد. يوسف عايز يسأل على مريم، بس أكيد فوق شوية كده. ست الكل، أطلع بس أغير هدومي وآخد شاور وأنزل أتغدى. طيب يا حبيبي. وصحي مريم تتغدى لأنها ما اتغدتش ونايمة. نايمة دلوقتي؟ طلعت إمتى تنام؟ هي ما نزلتش النهاردة، ولما بدرية طلعت عشان تقولها تنزل قالت لها هتنام لأنها ما نامتش امبارح طول الليل. وبعت لها تاني تجيب كريم، قالت لبدرية سيبيه ابني هينام جنبي. بصراحة استغربت، يعني كريم ما نزلش النهاردة؟ لا يا حبيبي، وحشني قوي، البيت وحش من غيره. صح يا ماما؟ اه والله يا هنا يا بنتي، كان نفسي اشوفه قبل ما اطلع انا والحاج الاوضه. هو مسافر يعني؟ تلاقوه نايم في حضن امه، وتلاقوه ما نايمهاش امبارح فعلا. يوسف اتضايق ان مريم نامت امبارح اول ما رجعوا من المستشفى من عند ساره، وكمان كريم نايم. يوسف شغال على اللابتوب لحد الساعه 2 بالليل، نام وقام الصبح كان لسه نايمه. فهم ان مريم مش عايزه حد يهتم بكريم لانها فهمت انها مهمله. قام من مكانه، دخل الاوضه، شاف كريم قاعد بيلعب في اللعب ومريم فعلا نايمه. كريم قام وجري على ابوه، ويوسف شاله وحضنه. يوسف انا عايز ننام. حاضر يا سي كريم، تعالى معايا. وخد كريم ونزله تحت، وكل ابتسم لما شاف كريم بيجري عليهم وبيلعب بحريه. وسابه وطلع تاني، شاف مريم نايمه واستغرب، هما لسه ما بيتكلموش. دخل خد شاور وخرج وفتح الدرج وفتح الدولاب، وكان عامل دوشه بسيطه ومريم ما اتحركتش. يوسف قلق وراح عندها، مش عايز يكلمها لكن قلبه مش بطوعه. شال جزء من الغطا وشاف وشها احمر جدا وعرقانه، حط ايده على خدها، كانت سخنه. مريم، مريم. شاف جسمها سخن وتحرك، لبس تيشيرت ونزل جري، والكل اتخض. ايه يا يوسف بتجري كده ليه؟ ماما، مريم جسمها كله بيتنفض وسخنه. طب تعالى نطلع بسرعه. بدريه، نعم يا ست هانم، هاتي ميه وكمادات وطلعيهم لهنا عند يوسف. حاضر. مش هتطلع يا اشرف تشوف مرات ابنك؟ مش هينفع، هي في اوضتها وممكن يعني يكون لبسها. ايوه صح، تاهت من بالي. معلش يا ابني، عقلي ما بقاش يركز. ربنا يديك الصحه والعافيه. ايه ده يوسف؟ مريم مولعه نار. طب اوديها المستشفى؟ لا، انا هتصل على نور واشرح لها بالظبط واشوفها هتقول ايه، ولو قالت نوديها يبقى نوديها. انت بس تعالى اعمل لها الكمادات بسرعه. قعد يوسف جنبها وبدا يعمل لها الكمادات. يوسف، يوسف، يوسف قلبه حن. انا جنبك يا حبيبتي. كريم، هنا دخلت. يوسف، نور بتقولك هتبعت لك اسم حقنة وعلاج على الواتس وتجيبه. فتح الواتس وكان نور بتكتب اسم العلاج، وقالت له على المواعيد، وقالت له ألف سلامة عليها، ولو الحقنة ما نزلتش الحرارة أنا هاجي لها بص عليها. يوسف قام وقال لها أنا تكمل الكمادات وهيروح يجيب العلاج بسرعة. هشام شد الكرسي. اتفضلي يا نرمين. ميرسي يا هشام، يا رب يكون المطعم عجبك. عجبني بس ده خرافة. تعرف أنا أول ما دخلت المطعم فكرت فندق سياحي. حبيبتي، عشان بس ما بتخرجيش كتير، ليكي عليا بعد ما يجمعنا بيت واحد هوديكي كل مطاعم القاهرة والفنادق كلها، هخليكي ملكة. بجد يا هشام؟ انت لسه بتسألي يا حبيبتي؟ انا هخليكي اسعد واحدة في العالم، انت بتاعتي ومراتي. مراتك؟ تعرف ان الكلمة دي حلوة قوي. انت مش مراتي وبس، انت كل حاجة حلوة، انت بتاعتي انا وبس يا نرمين. ها، تحبي تشربي حاجة قبل ما نتعشى؟ اي حاجة. يبقى نتعشى لاني واقع من الجوع. تعرفي انا ما اكلتش حاجه من الصبح. ليه بس كده يا هشام؟ كان عندي شغل في شركه الباشا، وقلت هعدي عليكي اخدك من المستشفى ونطلع على الشقه ونتعشى براحتنا، بس قلت بقى انت بتخافي مني جبتك هنا. أه لا ما تقولش كده، انا ما بخافش منك، بس يعني كده احسن. انا بس ما بقاش مرتاحه. تبقيش مرتاحه عشان خايفه مني؟ نرمين، انا بشوف الخوف في عيونك وده بيضايقني لانك مش واثقه فيا. احنا بقى فتره مع بعض، لا عمري قربت منك ولا عمري هعملها. انا ممكن اكون اضعف، ابوسك امسك ايدك، بس ده ناتج عن حبي ليكي، لكن مش لدرجه اني اخسرك. فهماني حبيبتي؟ اتعشوا وبعد كده وصلها على المستشفى لانها نبطشيه، ولمح محمد وهو خارج من المستشفى. اتوتر وتحرك بالعربيه بسرعه لانه بيتوتر من محمد. ادم والعيله عايزين بيتعشوا، لاحظ مريم وفريحه سرحانين وقلقانين. عامله ايه دلوقتي يا فريحه؟ الحمد لله يا بابا انا كويسه. كويسه ازاي وانت كده باين عليكي القلق؟ فريحه حاسه بتقلي في قلبها. صدقني يا بابا انا كويسه، ما تقلقش. سلميها لله يا فريحه وما تقلقيش على مراد. بجد يا بابا هو كلمك؟ طب ما كلمنيش ليه؟
ممكن يكون تليفوني فصل شحن، انا هطلع اجيبه. اهدي يا فريحة، مراد ما اتصلش. انا بقولك مراد كويس لاني متأكد من ده. قلت لك سيبيها على الله، ربك هو اللي بيدبر كل شيء، واللي نصيبه في حاجة هيشوفها. ونعم بالله يا ادم، بس انت بتقول ليه نصيب في حاجة هيشوفها، وحصل حاجة؟ لا اله الا الله. ايه يا مريم، قلت كلام غريب؟ وبعدين انا شايفك انت وفريحة من الصبح قلبين بوسكم، قلت هروح الشركة ولما ارجع تكونوا فكيتوا، ولحد دلوقتي انتوا زي ما انتوا قاعدين مكشرين. ممكن اعرف سبب التكشيرة؟ اعذرهم يا بابا، انت شايف الظروف اللي عدت، يعني ده ضغط اعصاب، وفريحة حامل، وكمان ماما متوترة. رينو حبيت تفك التوتر. قوليلي يا نور، مريم مع عزيز عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله يوسف جاب لها العلاج وتحسنت. هي مالها مريم عزيز، تعبانة من ايه؟ ابدا يا بابي، طنط هنا كلمتني وقالت لي ان مريم سخنه، كانت عايزه توديها المستشفى. قلت لها انا هقول لك على حقنه تجيبوها لها، ولما اتحسنتش انا هروح لها. يوسف كلمني من شويه بيشكرني وقال لي انها كويسه والسخونيه نزلت. طيب الحمد لله، ربنا يشفيها. واجب يا بنات تروحوا لها بكره تزوروها. حاضر يا بابي. وانت يا مريم روحي معاهم بكره، شوفي بنت اخوكي وعوزي مع اختك شويه. وانت كمان يا فريحه روحي معاهم وقضوا وقت مع بعض عشان اعصابكم تهدى. ان شاء الله. مريم وفريحة قالوا جواهم يا ترى فيك ايه يا مراد، ربنا يطمن قلبي عليك. في دبي في احد المستشفيات. طمني يا دكتور، هو ما فاقش من امبارح ليه؟ ما تقلقش، ده الطبيعي في حالته. المصاب جاي المستشفى بعد 3 ساعات بعد ما اتصاب بتلق ناري، لكن الحمد لله كان لابس سديري، والمسافه كانت قريبه، وده سبب اختراق الرصاصه لقلب المصاب. الحمد لله لما عملنا الاشعه والفحوصات اكتشفنا ان الطلقه اخترقت الصدر امام القلب بمليمتر، يعني الرصاصه ما وصلتش القلب نهائي، ودي العناية الإلهية. أنا عارف كل ده من امبارح، لكن هو ما فاقش ليه غير مرة واحدة ونام تاني، ومن ساعتها ما فاقش. اطمن مفيش خطر، المصاب بس نزف كتير، و3 ساعات وقت كبير، وكمان انت عملت الإسعافات المهمة في الحالة دي، والحمد لله انك كنت جنبه. ما تخافش، ان شاء الله ساعة وهيفوق. لما يفوق ان شاء الله هيخرج على طول بعد 3 أيام ان شاء الله. المصاب لازم يستريح، وممنوع اي تدريبات او يشيل اوزان تقيلة. كمان عايز من حضرتك لما يفوق بعدها بساعتين حاول تخليه يتمشى، لكن لو حس بدوار يقعد، المشي هيحسن من حالته. شكرا يا دكتور. ما تشكرنيش، الشكر للابطال اللي زيكم، وانك انقذت زميلك، وخصوصا الاسعافات الاوليه اللي حضرتك عملتها، ربنا معاكم. فهد دخل على مراد وشافه نايم، وراح قعد على الكنبه ورجع راسه لورا بيفتكر اللي حصل بعد ما فهد ساق الطياره ووصل المطار. كان عميل 3 و4 منتظرينه هناك مع الطياره الخاصه. فهد نزل بسرعة وطلب الفريق الطبي ينقل مراد على الطيارة الخاصة، وهيطلعوا كلهم مع أرثر وإيلان والبنت على مصر. لكن فهد فكر إنه لو راح على مصر بمراد ممكن الكل يعرف، وفهد اتلخبط وبص في الساعة وقال لو سافرت مصر فيها 3 ساعات، ولو رحت على دبي فيها ساعة. جات له فكرة بسرعة، طلب من العميل اللي معاه إنه ياخدوا الجواسيس مع الأدلة ويطلعوا هم على مصر، وهو هياخد عميل واحد على بلد عربي قريب عشان نلحق ننقذ المصاب. فهد سلم الجواسيس بسرعة وسلم الفلاشة وكارت الذاكرة للعميل رقم 3 و4، وتحرك مع مراد في طيارة خاصة على دبي. طلب إسعاف مجهز بالكامل، ووصلوا ونقل مراد اللي أغمى عليه، ووصل المستشفى الساعة 5:30 صباحا. أكتر من ساعتين كان مرعوب بيدعي ربنا، كان غضبان من أرثر وكان نفسه يسلمه بإيده، لأنه عايز بعد ما يعترف يقتله بإيديه. مراد خرج من العمليات أخيرا الساعة 8. الدكتور طمن فهد ان الرصاصه ما وصلتش القلب، هي قصاد منتصف القلب والسديري حماه، لكن الرصاصه اخترقت الصدر، وانه لسه عايش بسبب ربنا اولا، وان فهد عمل الاسعافات اللازمه وهيفوق خلال 24 ساعه. فهد حمد ربنا من قلبه وقال للدكتور انه هيقعد معاه في نفس الغرفه. فهد بعد ما مراد دخل الغرفه الخاصه، فهد اتوضى وصلى وشكر ربنا، راح قعد جنب مراد وبيفكر لو كان جرى له حاجه كان هيواجه اخته ازاي، وكمان ادم ومريم، وخصوصا لارين. ومن تعب جسمه نام على الكرسي حوالي ساعه، لكن فهد نومه خفيف، فاق على صوت مراد. فريحة، مريم، أبويا. مراد مردش ونام تاني، والحد دلوقتي نايم، وفهد مش عارف ينام وقلقان ومش مستريح غير لما مراد يفوق. فهد فتح عينيه وحط ايده على صدره وافتكر السلسلة وطلعها وفتحها وبص فيها كأنه بيغذي روحه، حس بطاقة إيجابية وقام قعد جنب مراد، لأن كده عدى من الساعة نصها وفضل نص ساعة ومراد يفوق. زياد قعد على السرير وفتح اللابتوب وشغال عليه، ومليكة دخلت عليه ومعاها صينية. حبيبي. نعم يا روحي. انت من ساعه ما جيت من الشغل وانت قاعد على اللاب، اقفل اللاب شويه واقعد معايا، اديني بس 10 دقايق واكون معاكي. ملكه كانت عامله صينيه بسبوسه بالقشطه لاول مره، واتصلت على ملك وخدت منها الطريقه وحطت قطعه في الطبق.
خلاص اشتغل براحتك، بس افتح بقك هاكلك حاجه. وخدت المعلقه وقربتها عليه. جميله قوي، انت نزلتي اشتريتيها من ورايا؟ اشتريتها من عندي. مليكه، انت اللي عامله البسبوسه دي؟ عجبتك؟ انا افتكرتك اشتريتيها. لا ده انا متجوز شيف. الحمد لله انها عجبتك، انا عارفه انك بتحب البسبوسه، قلت اعملها لك. تسلمي يا روحي، خدي بقى من ايدي. لا يا حبيبي ماليش نفس. ما ينفعش، لازم تدوقي من ايدي حبيبي بجد. مش قادره، انا حاولت ادوها لكن حسيت ان معدتي قلبت. صدقني مش جايلي نفس، مع اني بحب البسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالايه؟ بالقشطه. طب ينفع قشطه تاكل قشطه؟ ايوه ينفع. ويلا بقى خلص طبقك. هخلص الطبق وبعد ما اكل البسبوسه بالقشطه عايز قشطه تانيه. زياد شال الصينيه واللاب جنبه. حس كده بقى، نركن القشطه دي ونقول بسم الله للقشطه دي وقرب منها بحب. فارس خلص شاور وخارج من الحمام ولابس برنس، فتح الدولاب بيدور على تيشيرت رصاصي مش لاقيه. هيكون راح فين؟ انا شايفه الصبح لما نشوف الهانم طلعته ولا عملته ممسحه. انا عارف متجوز واحده متخلفه. رودي رودي. ايه يا بيبي؟ ايه ده يا رودي؟ رودي واقفه مش فاهمه حاجه. ايه يا بيبي مالك في ايه؟ انت لابسه التيشيرت بتاعي؟ يا قلبي حلو صح؟ حلو ايه يا بنتي؟ من قله الهدوم عندك بتلبسي هدومي؟ وفيها ايه بس يا فروسه؟ انا وانت واحد. والله انا وانت واحد في اللبس يا رودي، يعني انا البس بقى من حبيبي. الدولاب بتاعي قدامك، البس اللي تحبه. فارس قرب منها ومسكها من قفاها. انت يا بنت مش خايفه على نفسك مني؟ اهدى بس يا شبح، نزل ايدك عيب كده. شبح اقسم بالله يا رودي، لولا اني جوزك وعارف انك في طب وحلفولي على المصحف وقالولي انك دكتوره انا مش هصدق. انت اخرك؟ انا مش عارف، مش لاقيلك وصف. قرائيه يا ست سفير، متروق كده يا جدع، ما يبقاش خلقك ضيق. شبح ويا جدع، ومن يومين يا لمبي. سوري سوري، انت كل اللي مزعلك اني لابسه التيشيرت. انا هقلعه وحالا ودلوقتي. لا خلاص خليكي لابساه، وعلى فكره التيشيرت حلو عليكي. لا لا مش حلو، انا لازم اقلعه وحالا. يا ستي خلاص خليكي لابساه، الله يهديكي. صدقيني لو قلعتيها تندمي. تصدق انا عايز اندم؟ هتدفعي تمن كل كلمه قلتيها. شبح وجدع وماله، انا جاهزه يا برنس. فارس خلاص بينهار. انت اللي جبتي لنفسك، استعنا بالله. تاني يوم الظهر، هنا خبطت ودخلت على مريم تطمن عليها. صباح الخير يا يوسف. يوسف كان قاعد بيعمل كمادات لمريم. صباح الخير يا ماما. حبيبي انت مروحتش الشغل ليه؟ مينفعش اروح الشغل لما اطمن على مريم. هي عامله ايه دلوقتي؟ كانت كويسه الصبح بدري، لكن دلوقتي سخنه شويه، لكن مش قوي. حبيبي متقلقش، هي هتكون كويسه ان شاء الله. انت عارف الجو قبل الشتاء بيطلع القديم والجديد في جسم الواحد. بما ان السخونيه قلت عن امبارح يبقى العلاج جاب نتيجه، وكلها يوم ولا حاجه ومريم هتتحسن ان شاء الله. حبيبي قوم انت الحق شغلك، وانا هخلي بالي من مريم. كريم مع جدك وماما، وانا مش هسيبها. لا مش هينفع يا ماما سيب مريم، غير كده خلاص انا اتاخرت على الشغل الساعه 11 ونص. طب يا حبيبي زي ما تحب. صح، ريتال اختك اتصلت وقالت عمتك مريم والبنات وريتال جايين النهارده عشان يطمنوا على مريم. يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. هانا حطت ايديها على خد مريم. كويس السخونيه نزلت. انا هنزل وهبعت لك فطار انت ومريم، وحاول تصحيها وتاكلها، لازم تاكل اي حاجه عشان الانتي بايوتك. حاضر يا ماما. هانا نزلت والبنت طلعت الفطار. يوسف خلص الكمادات وشالها وقعد جنبها وحط ايده على خدها. هو زعلان منها لكن نسي كل حاجه من ساعه ما شافها بترتجف، وبدا يصحيها. مريم حبيبتي. اول ما شافته دمعه نزلت منها، لفت راسها الناحيه التانيه. يوسف فهم انها بتعاتبه وفهم انها محتاجاه. انتي كويسه؟ الحمد لله، شكرا لسؤالك. يوسف زعل من نفسه، والفطور بيكبر وشاف انه لازم يتنازل عشان ما يخسروش بعض. طب تعالي. قام عدلها وجاب مخدة وحطها ورا ظهرها.